السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. في أول فقراتنا من المقاطع المتداولة مشهد تمثيلي لمجموعة من الشباب العراقي يعبرون فيه عن الواقع الذي يعيشه العراقيون في ظل حكم الأحزاب وميليشياتها ومسلسل الاغتيالات الذي طال الجميع على مختلف صنوفهم من ناشط وفنان ورياضي وطبيب إلى آخره، ويطالبون بحياة كريمة تنعم بالأمن والأمان وباقي مقومات الحياة، حاملين شعارات نريد نعيش، أريد حقي، نريد عراق حر، أريد أمان، أريد تعيين، أريد كهرباء، نريد وطن، لكن يقابلون برصاص الميليشيات وفرق الموت التي لا تريد سماع صوت حر. فنشاهد. نريد نعيش، أريد حقي. 1 2 3 نريد عراق حر. أريد أمان. أريد تعيين. أريد كهرباء. أريد نعيش. أريد حقي. 1 أريد أمان. أريد تعيين. أريد حقي. نريد عراق حر. أريد تعيين. نريد وطن. نريد عراق حر. وردت تعليقات على هذا المقطع في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، دعونا نقرأ لحضراتكم أو مع حضراتكم جزءا من هذه التعليقات. في أول تعليق لدينا من محمد حسين يقول: فعلا هو هذا واقع الذي يعيشه الشعب العراقي. في تعليق آخر سمرة تقول: العراق منهار اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، والأحزاب ما شاء الله عليها موجودة وتمارس عملها إلا خيري، يعني القصة راح تطول. وفي تعليق آخر علي يقول: الميليشيات نفس أسلوب داعش بالضبط، والله ما يفرقون عنهم أي شيء، بس بقالهم انتحاريين. وفي آخر التعليقات لدينا عباس يقول: هسا عرفتوا منو كان يفجر ويقتل بينا كل هاي السنين، كنتوا ذابيها براس ولد الغربية المساكين وخليتوا حقد وطائفية حتى تبقى كراسيكم وناس تذبح ناس. آلة القمع الميليشياوية التي أيضا لها أطراف حكومية تستمر في قمع كل الأصوات المناهضة لوجود هذه الميليشيات، لوجود داعميها، لوجود حكام أو حكومات ما بعد الاحتلال منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة. في خبر آخر، والدة الشهيد أمجد الدهمات وهو أحد شهداء ثورة تشرين تركت بيتها وبدأت تنام عند قبر ابنها. فنشاهد. هذا التصوير اليوم مقبرة وادي السلام الساعة 4 الظهر، درجة الحرارة تقريبا 40 درجة مئوية، وهاي أمي ما لقيت مكان أدفن من جوار ابنها. رحمة الله على كل من عذبها، حبتها إن شاء الله تبين بيكم يوم القيامة. حسبي الله ونعم الوكيل بيكم. الشهيد أمجد الدهامات. طبعا يعني نستمر مع مسلسل والدات أو أمهات الشهداء في ثورة تشرين. في مشهد مؤثر، والدة الشهيد الفنان عبد القدوس قاسم الذي اغتالته الميليشيات في محافظة ميسان
تصطحب أولاده إلى قبره لتهنئته بنجاحهم في دراستهم. فلنشاهد. يما هذول ولدك يما ناجحين أو جبتهم مو قلت يما أفرح وأخذهم إذا درجاتهم زينة. هذا حسن درجاته وهذا أبو علي درجاته يما وجبتهم إليك يما. يما بعد روح عبد لك تشوفهم قاعد تبارك لهم ولو أنا جبت لهم هدايا بس هديتك يا يما تبخ القلب يا عبد يما. يما فرحت ما كملت بهم يما عبد يا يما. دعونا نقرأ مع حضراتكم جزءا من التعليقات التي وردت حول هذه المقاطع على فيسبوك. في أول تعليق لدينا ماجد يقول: لهم المجد والخلود، ستبقى ذكراهم وصورة هاماتهم عالية، أما القتلة فلهم العار ومصيرهم السجن. في تعليق آخر داخل يقول: شهداء الكلمة الحرة، لكم المجد يا طيبين يا أهل الغيرة. وفي تعليق آخر حسين إبراهيم يقول: المجد والخلود لهم ولكل شهدائنا الأبرار، والموت الزؤام للمجرمين القتلة. وفي آخر التعليقات لدينا باسم يقول: المجد والخلود لشهداء الوطن وشهداء ثورة تشرين المسالمين، ستبقى جذوة الثورة متقدة لغاية تحقيق الأهداف. يقول بعض العراقيين أنه لا بد من دفع ثمن معين للحصول على ما نريد. هكذا كان لسان حال بعض من ثوار تشرين الذين رأوا الموت بعينهم أو بعيونهم من الآلة القمعية الحكومية والميليشياوية التي استهدفتهم ولا تزال حتى هذه اللحظة. في خبر آخر وموضوع حقيقة يعني كارثي أن يقرأ بهذه الطريقة لكن يجب أن يقرأ: احجز مقبرتك من الآن في المشروع الاستثماري مقبرة النجف النموذجية. هذا كان عنوان مشروع حكومي استثماري في مدينة النجف لبناء مقبرة النجف النموذجية في الوقت الذي لم تنجز فيه الحكومة المجمعات السكنية، والكثير من العراقيين يعيشون في بيوت الصفيح والتجاوز، وتتوجه الحكومة بالاستثمار في بناء مقابر نموذجية. دعونا نشاهد. مقبرة النجف النموذجية. تقع المقبرة على مسافة 5 كيلومتر من مقبرة وادي السلام القديمة. مساحة المقبرة الجديدة 6300 دونم. طرق معبدة بمساحة 3,500,000 متر مربع. يحيط المقبرة سياج كونكريتي بمساحة 17 كيلومترا. يحد المقبرة من الجانب الجنوبي مرقد الإمام علي عليه السلام، من الجانب الشرقي الطريق الممتد باتجاه كربلاء المقدسة، فيما يحدها من الجانب الغربي منخفض بحر النجف. تحتوي المقبرة على شارع رئيسي يربطها بمدينة النجف الأشرف، كما تحتوي المقبرة على 6 أبواب كبيرة سميت على أسماء أصحاب الكساء عليهم السلام. أما الباب الرئيسي للمقبرة في جهة الجنوب الشرقي سمي بباب الرحمن، ويوجد في كل باب مركزاً للإرشاد. تحتوي المقبرة على الكثير من المنشآت الخدمية، منها مسجد أصحاب الكساء عليهم السلام بمساحة 8,000 متر مربع يتسع 200 مصلي. كما تحتوي المقبرة على 6 مغتسلات حديثة للرجال والنساء بمساحة 2,000 متر مربع، مركز تسوق بمساحة 1,200 متر مربع، مطعم كبير. وكانه مول تجاري. دعونا نقرأ لحضراتكم التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع وهذا المقطع. حقيقة علاء الدين يقول، أو علي الدين يقول: العالم تبني مجمعات سكنية ومصانع ومشاريع تخدم المواطن، والجماعة يبنون مقابر. في تعليق آخر شاكر يقول: مهزلة من مهازل العراق الديمقراطي، المفروض مجانا أيها الظالمون، حتى القبور حولتوها إلى شركات استثمارية، ألا لعنة الله على الظالمين.
في تعليق آخر يوسف يقول ذول عارفين راح يكثر عندنا الموت والقتل، فقالوا هذا أحسن استثمار. العالم تبني مشاريع سكنية ومجمعات حديثة وذول يبنون مقابر، لا حول الله. وفي آخر التعليقات ياسر يقول أكيد الساسة اللي يحكمون البلد يمتازون بصناعة الموت في بلد كل شيء فيه مستباح، لا نستغرب من إنجازاتهم. بالفعل يعني ما الذي أنجزته حكومات ما بعد الاحتلال؟ هذا السؤال يطرحه الكثيرون الآن في العراق، وربما قد يكون الجواب هو هذا، هكذا نوع من الاستثمارات التي تقوم بها حكومات ما بعد الاحتلال. في موضوع آخر، شعبة ري الكاظمية التابعة لمديرية الموارد المائية في العاصمة بغداد قامت بإزالة أقفاص الأسماك على ضفاف نهر دجلة من جسر القريعات المحبة وإلى جسر المثنى دون سابق إنذار، ما تسبب بخسائر فادحة لأصحاب الأقفاص بعدما تم تدميرها بالكامل. فنشاهد. فلنقرأ مع حضراتكم ماذا كتب العراقيون في أول تعليق لدينا مشاهدينا الكرام حول هذا المقطع. مثنى الجيلاني يقول مفروض يحذرون وينذرون ويعطون مهلة، هذا غاية تدمير البلد وجلب مستورد أو جلب المستورد. وضاح يقول بهم خير، خلي يروحون يزيلون الأقفاص والمشاريع مالت الأحزاب، هل يستطيعون؟ في تعليق آخر سرمد يقول المفروض انذار خطي واعطائهم مهله لنهايه الموسم لتجنيبهم خسائر كبيره، وبعدها يطلبون منهم البدء بموافقات رسميه وحسب تعليمات الزراعه. وفي اخر التعليقات لدينا حول هذا المقطع علي يقول وزاره الموارد المائيه الحقول العائمه ليس لها اي تاثير في تلوث ماء النهر، قبل ما تخطون هذه او ما تخطون هذه الخطوه مياه مجاري المستشفيات ترمى بالنهر، هذا هو التلوث الحقيقي. إذن كانت هذه جزء من التعليقات التي وردت حول هذا المقطع، نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى مقطع فيديو فيه مطالبة من أهالي محافظة بابل للحكومة المحلية بالاهتمام بنهر اليهودية الذي يعتبر إرثا حضاريا قديما في المحافظة، مؤكدين أن النهر يعاني الإهمال وتجمع النفايات فيه ما تسبب بأمراض لأهله. فنشاهد. نهر اليهودية يمثل لنا تاريخ قديم حالة حال آثار بابل أو غيره، لكن مع الأسف بالوقت الحاضر أصبح بؤرة لكثرة القوارض والحشرات وإهمال من قبل السلطات المحلية الموجودة بالمحافظة، فنرجو من خلالكم أن تنقلون هذه الصورة الحية عن نهر اليهودية اللي أصبح وباء على كل الأحياء بالمنطقة. والله احنا طالبين وهواي مطالبين، حتى الاهالي الموجوده بحي الحسين والجمعيه واللي مناطق اللي على اليهوديه دائما شكاوي امام مجلس المحافظه، الكري والتنظيف واضافه انه التبطين، هو التبطين افضل شيء لليهوديه بحيث انه يكون المي صافي وزلال ويكون صحي للمنطقه، يعني هو يمثل شلون البيئه النظيفه هنا، مو هذه البيئه الوسط. وجهنا النداء لليهود الكل واحد، بس خلي تبون هاي الوضعيه عمها باوعك فيلك الله، الريحه يا سام ما تقدر توقف، جهالنا تمرضوا، هذا بيت عافوا هنا شالوا كله، احكي فيلك الله هذا البيت فارغ، مرته وجهاله كلهم شردوا من الحياه والجريديه، زين وهاي الريحه اللي هنا، خلي يجيبوا لنا اي واحد
يعني احنا ناشد الحكومه، ناشد الشرفاء، ناشد اي واحد شريف، خلي يخلصونا من هاي الوضعيه. زين يعني لا يقدرون يحطون بواري مشخله، هاي هسه بواري، هسه بواري هاي مشخله، ويسوي لها فلتر مال حجر ويطمونها ويفتحون عليها، هاي يسوونها ثيله. يعني ليش هاي؟ ليش يعني كودن؟ انا احكي لك الصراحه ما بيها بوق، ما بيها بوق، لو بيها بوق ومشروع يسوى كان سووه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مع فقرة الخبر المزيف، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه للحظة اغتيال متظاهر في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار. الحقيقة أن هذا المقطع الذي ستشاهدونه الآن تم نشره قبل فترة تحت عنوان بلطجة وأسلحة نارية وبيضاء في أبو قير إسكندرية، خناقة أبو قير إسكندرية بمصر. هو مقطع في جمهورية مصر العربية في مدينة الإسكندرية حول شجار بأسلحة بيضاء. دعونا نشاهد المقطع. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الخبر المزيف. دائما ما نسعى لنقل الحقائق الموجودة في العراق فيما يتعلق بموضوع اغتيال الناشطين، اغتيال المتظاهرين، لكن أيضا لابد من كشف زيف بعض المقاطع التي يتم تداولها على أنها متعلقة بعملية اغتيال أو أي خبر يتعلق بالقضايا العراقية، لأن هذا جزء من شفافيتنا في نقل الأخبار. نراكم بعد قليل. في فقرة صندوق الوارد وردتنا رسالة وهي مناشدة أيضا، دعونا نقرأها مع حضراتكم. في الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن خريجي كليات العلوم السياحية وكليات الآثار، خرجنا للتظاهر بشأن حقوقنا لعدم شمولنا بأي تعيينات حكومية، ولكون السياحة والآثار مورد اقتصادي كبير للعراق بعد النفط، نرجو منكم أن تساندونا في إيصال صوتنا ومناشدتنا، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير. تردنا مناشدات كبيرة مشاهدينا الكرام ومستمرة، وطبعا هذه هي خدمة أيضا متاحة لحضراتكم عبر منصاتنا الإلكترونية ومواقعنا الإلكترونية كذلك، من أجل إرسال ما ترغبون في عرضه أو أي مناشدة تريدون إيصالها، وسنكون إن شاء الله منبرا لكم لعرضها. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج، تصدر وسم إيران تغتال نشطاء العراق، تصدر ترند العراق على تويتر بعد استمرار مسلسل الاغتيالات ضد ناشطي التظاهرات والمتظاهرين وأصحاب الكلمة الحرة الذين يقفون بوجه فساد حكومات ما بعد الاحتلال وأحزابها وميليشياتها. دعونا نقرأ مع حضراتكم التغريدات التي وردت أو جزءا من هذه التغريدات على تويتر. إيران تغتال نشطاء العراق. مريم تقول: مثل ما اغتالت طيارين العراق قبل، مثل ما اغتالت خيرة الأطباء قبل، مثل ما اغتالت التجار والمقاولين قبل، مثل ما اغتالت الكفاءات العراقية قبل، مثل ما اغتالت العراق، مثل ما بعدها كل يوم تغتال بالعراق. في تغريدة أخرى: الخصم الجبان ونحن لا نحمل سوى صوت يهتف لهذا الوطن، الوطن المشؤوم بالكواتم، طريقنا طويل، احموا أنفسكم زملائي، ناجي عسل يقول. وفي تغريدة أخرى ميسرة تقول: ساسة العراق كانوا جنودا في الحرس الثوري الإيراني، فلن نستغرب كل ما يفعلونه وتاريخهم معروف بالدماء، فحزب الدعوة جناح للحرس الثوري، هم من فجر السفارة العراقية ولبنان، وهم فجروا المفخخة في جامعة المستنصرية، تاريخ إجرامي. وفي تغريدة أخرى بكر يقول:
بسبب الفتاوى الجائرة ورجال الدين الفاسدين أصبحت الميليشيات تظن قتل الناشطين وسيلة للتقرب إلى الله. طبعا مشاهدينا الكرام، التغريدات التي وردت هي هذه كانت جزءا من هذه التغريدات التي وردت حول هذا المقطع. يستمر مسلسل الاغتيالات من الجماعات من الميليشيات المسلحة ذات الولاء الإيراني المطلق بحسب اعترافاتهم وبحسب إعلانهم. هذا الموضوع صراحة وعلانية في وسائل الإعلام، ولا يخشون في الموضوع شيء، بل هناك صمت حكومي على تماديهم في استخدام السلاح وإرهاب المواطن وإرهاب الدولة، ومع هذا نرى عجزا حكوميا وربما تواطؤا كذلك في مساندة هذه الميليشيات واستمرارها فيما تفعل. نراكم بعد قليل. مع فقرة المقاطع المنوعة نتابع مع حضراتكم الآن. منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا في أقل من عامين، فنشاهد. مشاهدينا الكرام، أكثر من 50 عاما على حرق المسجد الأقصى، والدخان ما زال يغيم على القدس. دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الحادث. ننتقل من جرائم الاحتلال الصهيوني إلى جرائم وانتهاكات ميليشيات إيران في المنطقة العربية. نتابع تفاصيل قنص طفلة على يد ميليشيا الحوثي في اليمن، فنشاهد. الطفل أصيب بالرعب، هرب مسافة وبعد رجع على طول يسحب أخته. طبعا كان الموقف موقف يعني مؤلم للغاية، لأنه ما في إلا هو هي بالشارع. أنا
تحرضت القنص من جهة الحرين، من جهة المنطقة اللي تمركز فيه بالحوثيين. أنا أشوف أن حالته صعبة، حالته ما زال بغيبوبة الآن. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.